مش عارف، كنت عايز اوريكم البلجن بصراحه في المحاضره دي، لكن جيت اجربه. لا كنت اول مره اجربه معاكم في الورك شوب دي، لكن لقيته ما اشتغلش على اصدار 18. ف مش عارف هل المشكله عندي، مع ان هو في الموقع قايل ان هو شغال على اصدارات من اول 15 لغايه اصدار 18، مش عارف هو ما اشتغلش عندي ليه. بس انا برضو هنزله في البروجكت فايلز، وممكن برضو تجربوه عندكم وتشوفوه. نتنقل بعد كده للخطوة اللي جاية على طول، اللي هي خطوة التكتشرز بتاعت الترابيزة. فانا هعمل دبل كليك وهكتب اللي هي التيبل وود، تمام، اللي هي دي. دبل كليك وهروح على كلر. انا مش محضر ماتيريال، لكن اكيد هلاقي عندي في ال 2D assets. استنى بس يعمل ريفرش في التكتشرز، اكيد هلاقي مود. يعني في شوية حلوين بالظبط، أنا مستنيها تيجي كده طرداني عشان أنقي بسرعة. عايز أخد خامة تكون رف وود مش جذع شجرة، عايز أخد خامة تنفع تتحط زي ترابيزة قديمة. ممكن حاجة زي دي، بس أنا عايز أدخل معاها حاجة زي دي. يعني شايفين، يعني مثلا ممكن دي مع دي، الاثنين دول مع بعض. طب هندخل دول ازاي؟ مش صعب، انا هاخد دي هنعمل لها اوبن تكتشر. لا تمام، بس الفكره هنا ان انا مش هشتغل على دي بالمنظر ده كده، انا هشتغل بحاجه اسمها فيوجن. فيوجن يعني ممكن تاخد شويه ليرات او صوره وتدمجها بماسك مع صوره تانيه. ازاي؟ زي ما دي محطوطه كده، واقوم ضاغط على الترانجل ده، هم قايل له فيوجن، خش جوه فيوجن هتلاقي دي بقت البيز شانل، بقت دي البيز. ممكن تحط تعمل هنا تكتشر بحالها، هنحط دي. هنيجي للبلند شانل اللي انا عايز ادمج وياها بقى القصه دي، وهاخد اللي انا كنت هاخدها من شويه اهي دي، وما قايل اوبن وبالمنظر ده كده بقت دي فوق دي. طب انت هتدمج ازاي؟ عن طريق ماسك. هقول له يوز ماسك. الماسك اي حاجه ابيض واسود، ممكن حتى نويز، بس انا هنا هستخدم صوره. عندي في تكتشرز عندي فولدر حلو اسمه ماسكس، في شويه حاجات خامات ابيض واسود شكلها ظريف، فخد اي واحده من دول. يعني وليكن مثلا عايز خامه فيها مناطق عريضه، واحدة زي دي مثلا، اقوم اعمل له اوبن واقوم قايل اوكي. تمام، بالشكل ده لو احنا جينا عملنا اوبن ويندو وفتحنا دي كده، هلاقي الاثنين داخلين مع بعض. ولو رحت لدي وحطيت كالرايزر عليها وعملت كده وخليت دي لونها ابيض وزقيت الابيض ده كده اهو، شايفين؟ هلاقي التكتشر دخلت بعضها بالمنظر ده، بقت دي مدموجه مع التانيه. طبعا لو انت غيرت الماسك ده هتاخد باترن تاني، وممكن انت هنا تطلع اب، انا تطلع اب وتقوم قايله انفرت ماسك. وافتكر الباترن ده احسن، فانا لو شديت دي شويه كده، زقيت دي كمان شويه، لا رجع دي ورا، بالظبط دخلت الاثنين مع بعض، ويمكن كده كده افتكر كده احسن. ده بالنسبه للكلر، يعني ده بالنسبه للكلر. نفس الكلر دي هاخد اشتغل عليها في الباقي، بس قبل ما اشتغل عليها في الباقي انا عايز اروح لفلتر، احط فوق دي فلتر
وجوه الفلتر بس انزل الجاما سنه، عايزه تبقى ترابيزه غامقه شويتين يعني. ريفلكتنس مضايقاني قوي، فانا هشيل دي عشان ابقى شايف. في الديفيوجن ممكن نحط، ممكن نيجي هنا نفتح اب وناخد حاجه زي دي، حاجه زي كده، او مايل اوبن تمام، وقوم قايل لي ديفيوجن. شايفين ادت زي، شايفين الديرت يعني، انا قللت دي كده كده، بس هزود شويه ديرت على الماتيريال مش اكتر تمام. فانا هخليها بالشكل اللي احنا شايفينه. في الريفلكتنس اكيد هيبقى في ريفلكتنس، انا هحط جي جي اكس دايلكتريك، طبعا دي هتبقى روفنس للصبح يعني. حلو، فانا في الروفنس انا هرفع الروفنس، ولو ان انا مش هشتغل برضو بحته الرفع، ولو اني بس هرفعها شويه كده. ومن هنا بقى هبدا اخد تكتشر ثانيه، نشتغل على الروفنس، افتكر حاجه زي دي هتبقى ظريفه، مش عايز حاجه فيها اسود كتير تمام. وهحط فوقها كالرايزر كالعاده، انا بحط دايما الكالرايزر عشان بس اتحكم في مناطق الابيض والاسود، اعمل لها انفرت براحتي تمام. ازق ايه دي شويه كده، فانا عايز برضو حتت فيها ريفليكشن، مش عايزها كلها رف. بالظبط كده، عايز حتت فيها سبيكولرز زي دي تمام، والحتت التانية تبقى الروفنس فيها عالي. جميل قوي كده، حلو. الريفليكشن سترينجز هتبقى نفس دي، هاخدها كوبي بيست، لكن الاسود هيبقى الى حد ما، الى حد ما رمادي شويه، والابيض ده هيخف سنه لان الابيض هيبقى ريفليكتيف، اما الرمادي هيبقى نص نص، فهتبقى بالمنظر ده كده. السبيكولر انا هسيبها زي ما هي، ولو انها كانت المفروض تاخد نفس الماتيريال دي، ومش هحط حاجه تاني. ممكن نخلي ده لون الريفليكشن مايل شويه للصفرة، بحيث اساعد يعني بصوا هنا كده ان ياخد نفس الجو بتاع الماتيريال بتاعي. في البامب هاخد نفس التكتشر دي كوبي، وهروح للبامب. اقول لكم حاجه، هسيب البامب عباره عن نويز، لا يا ابني نويز، هسيب البامب عباره عن نويز تمام. والنويز ده هخليه مثلا اف بي ام، هو اقرب نويز لل انت شايفينه بتاع اللي شايفينه، بس الجلوبال سكيل هخليها مثلا بتاع 30. ايوه انا عايزه خربشه بسيطه، خليها 20 كمان، يمكن 5 افتكر هتبقى 5 كمان. بالظبط، عايز حاجه ساتل شويه كده. ده البامب اللي انا عايزه، يمكن هزود البامب سنه بسيطه بس. ده البامب اللي انا عايزه. هاجي للنورمال بقى، النورمال دي اللي جميله قوي. هروح كده مش هحط التكتشر اللي انا واخدها بس، انا هاجي هنا الاول وفي افكت، في هنا افكت حلو اسمه نورماليزر. نورماليزر ده بيطلع النورمال ماب من الصوره، فانا هخش جوه النورماليزر، هو مستني مني التكتشر، هبس التكتشر هنا تمام. دي كده مظبوطه. هنا بقى هنعلى بالسترينجز، وهنا في الفلتر هقول له سوبل 4 اكس، بقت بالشكل، مش عايز ازود فيها قوي بس هي بقت بالشكل ده كده. لكن هقلل السترينجز كمان على كده شويه، ولو رفعت الدلتا دي يعني انا هقلل دي قوي وارفع دلتا دي حبتين، لان دي بتجيب تفاصيل التفاصيل يعني ادق التفاصيل اللي هي السمول ديتيل ماشي. فانا محتاج ان انا انزل دي لورا عشان ما يبقاش ماتيريال رخمه شويتين.
الركن سنة وافتكر ان احنا كده جاهزين. هاخد دي احطها على التيبل فوق دي كده تمام، وما يعني ما افتكرش ان احنا هنعمل فيها حاجة. لا هنعمل اليوفي مابينج بتاعها، هنخليه كيوبيك وهنروح على تكتشر. لازم اسلكت الاثنين الاكسس سكيب، اظن خلاص اتحفظت البتاعه دي وهناخدها كده. بس هنلاقي تكرار فمش عايزين تكرار تمام. ممكن حتى ان احنا نسكبها كده شويه، نجيبها كده شويتين تمام بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. نشوف نجرب ريندر كده نشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. بس افتكر محتاجه تتصغر كمان شويه. هنشوف. لا ده هي كده افتكر تمام التمام. نشوف كده من زاويه الكاميرا بتاعتنا. بس انا على فكره عايز فيها ريفليكشن. هو منطقي لا، بس يعني عايز فيها ريفليكشن شويه. انا عايز ريفليكت شويه انها هي رف قوي. انا عايز اسيب مساحه مساحه للريفليكشن بصراحه. في ريفليكشن سترينجز هخلي بالي انها تنس، هتبقى سنسيتيف قوي. خليها كده. البامب يمكن اكتر حاجه معاك في ريفليكشن، ويمكن هو كمان كان عالي فانا هقلل البامب شويتين. النورمال لا بالظبط هو ده اللي انا كنت بدور عليه. نيجي للتيبل وسلكت الاثنين مع بعض واروح تاني لده و كده تمام. واجرب ريندر من هنا كده واشوف كنترول اس ونعمل ريندر حتى في البيكتشر كده. الريندر جميل جدا، وافتكر انه مع الكالر كوركشن هيبقى احسن. لو احنا رحنا هنا للكالر كوركشن فرضا، يعني انا طبعا مش هشتغل بده، بس لو احنا جربنا نعمل كيرفز هنبدا ناخد الدراماتيك افكت اللي احنا عايزينه تمام. بس انا مش عايز اعتمد على ده، وخلوني اعتمد احسن على الافتر افكت. المهم احنا خلصنا من الماتيريال دي بتاعت الترابيزه دبل كليك، ودي هنسميها الدوم فيز عشان دي هتبقى القعده الخشب بتاع الدوم. القعده دي هتبقى عباره عن وود، بس هتبقى حاجه كده تكون زي الباركيه. عايز اشوف حاجه تكون ظريفه، وعايز خشب لو يكون في، لو عندي يبقى عندي حاجه على بني ممكن زي دي. وممكن عندنا خامات في حتت كتير قوي. اروي تكتشر اروي تكتشر دي ظريفه فيها دي اكيد هلاقي فيها حاجه على بني شويه على براون. هاخد حاجه زي دي وعن اوبن تمام. هو انا على الكاميرا، انا على الكاميرا، وهقوم رايح لدي وسلكت بي، وهقوم راملها الماتيريال دي كده. والله افتكر انها نازله كويسه، ما افتكرش. او ممكن احنا لو حبينا نجرب الكيوبيك شكلها ايه هتبقى تمام. وممكن يعني مثلا 4 في 4 لان احنا شغالين على سكيلز صغيره،
محتاج تكرار. وممكن ان انا اروح هنا للسكيل كالعادة و بس اخلي دي واحد ودي واحد تمام و اسكيل الديجيتال. ويمكن الحل ده انا بفضله بصراحة عن ان انا اعمل ريبيتايل واخلي دي سيملس تمام بالشكل ده. افتكر كده احلى كتير جدا من الاول. عايز تعمل تكرار بعد الحركة دي مفيش مشكلة، نجرب كده نشوف لو عملنا تكرار هيبقى شكلها عامل ازاي. مثلا 2 في 2 افتكر ان هي ظريفة جدا جدا جدا. يمكن الماتيريال دي مش هحتاج فيها شغل كتير قوي، هتبقى ستريت فورورد. هروح للديفيوجن برضو، وعايز احط دايما بحب تداخل او كسر الالوان، فانا هاخد حاجه زي البي دبليو دي كده ومقايل له اوبن زي ما انت شايفين. انا عايزها بالمنظر بالشكل ده كده، عايز تخفها شويه تزودها شويه يبقى الديرت بالشكل ده. ونخلي بالنا بقى ان نفس التكتشر دي هاخدها كوبي واروح للريفلكتنس اشيل دي واحط الجي جي اكس، وبعد كده اروح هنا ومقايل له دايلكتريك واروح هنا اهو مش عامل فيها حاجه اللي موديني هنا اخليها 2 عايزها ريفلكتيف شويه يعني. تمام. في الروفنس انا هزود الروفنس مش قوي كده، لكن هروح هنا ورايت كليك واقول له بس بالظبط هو ده اللي انا محتاجه. بس نخلي بالنا من نقطه بقى، لو دخلنا جوه دي وقلنا ان دي عليها كالرايزر ونطلع ده بره وناخد الاخ ده ونقوم مدينه وايت، خلوا بالكم ان الوايت بوينتس هي اللي هتبقى رف والبلاك بوينتس هي اللي هتبقى ريفلكتد، فانا محتاج ان اللي فيها الديرت هي اللي تبقى رفنس. يبقى انا هعكس رايت كليك انفرت تمام، وبالمنظر ده اقوم مودي دي كده تمام. فبقت بالمنظر اللي احنا شايفين بقت بالشكل. هعلي رفن السن نفس الموضوع، رايت كليك كوبي واروح للريفليكشن سترينج، مفيش ريفليكشن ب 100% وهقوم قايل له بيست تمام دبل كليك، وزي ما اتفقنا هيبقى اقل سنه، والاسود هيبقى بحيث تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. السبيكلر سترينجز هتبقى نفس الماتيريال بالظبط تمام. كلر خلينا ندي الكلر سنه كده عشان يبقى ماشي مع الجو اللي احنا شغالين فيه تمام. عندي البامب هيبقى نفس التكتشر برضو بالظبط تمام بالمنظر ده. مش عايز ازود التكتشر دي قوي، بس كل اللي انا عايز اعمله احط لاير جوه اللاير دي، هحط نويز، خش جوه النويز، هنخلي النويز ده مثلا ليكن ب3 يبقى 10 لا 5، وهنزود ده كده وهخلي ده اف بي ام، وهقلل الهاي كليب شويه كده. انا عايز شويه حاجات صغيره كونتراست، هنزود الكونتراست ايوه بالظبط تمام. بس كل الحكايه انا عايز اخد ده
اخلي ده مكان ده وده اسود بالظبط. انا عايز الاسود هو اللي يبقى دي هنخليها اوفرلاي فوق الصوره تمام بالمنظر. مش عايز اعمل حاجه اقفل دي خالص وتعالوا كده نجرب من هنا نشوف الدنيا ظروفها ايه. هو انا افتكر مش محتاجه كلام الحمد لله طلعه جميله جدا على فكره. شويه النويز دول من كواليتي الريندر مبدئيا يعني عشان نبقى عارفين. خلصنا من الماتريال دي وافتكر كده احنا اصلا خلصنا من الماتريال بتاعه الدوم نفسها. نيجي للماتريال بتاعه المنبه اللي انا عمال اخر فيها اصلا ولو انها اسهلهم بصراحه. كنترول اس الاول نعمل سيف هنعمل البادي. البادي هيبقى كروم كروم دبل كليك وهم قايل له كروم كلوك في حاجة بس الأول إن الدوم دي عايشين متر اللي فوق تمام بس في الكلوك بقى شيل بقى البتاعة دي خالص ونيجي على الكروم. أنا هعمل تقريبا نوعين من الكروم. الأولاني دي هنسميها بادي مش عارف أعملها كروم ولا أعملها خليها كروم عشان نسهل على نفسنا شوية وهحطها على البادي اللي هو ده. دبل كليك على الكالر وهقوم مديها أسود المفروض أشيله بس مش هشيله ودي هقوم مديها جي جي إكس على طول والفرنيل هيبقى بصوا المفروض كوندكتر المفروض بس انا هخليها دايلكتريك عشان اوريك ان ده ممكن ترفعه لحد كده. وبصراحه انا بحب اشتغل بالطريقه دي. الطريقه دي الارنولد شغال بيها والبري شغال بيها وبيها افتكر معظم الريندررز شغالين بيها. انا ممكن اشتغل على كوندكتر دي خلاص بس هتخنق شويه. اقول لكم نشتغل على كوندكتر ونخلي مثلا تكون 5 ولا حاجه نخليها تكون 12 يعني. روفنس هيبقى فيه روفنس. ريفليكشن سترينجز دايما ما بخليش حاجة 100% في الروفنس هنرفعه بقى السنة لان الروفنس هنا مش تبقى عالية على فكرة تمام. سترينجز سترينجز خلي بالك ممكن تاخد حاجة ما يكونش فيها تباين كتير. خلينا ناخد حاجة عاملة شبه الفينجر برينتس اللي هي دي. ممكن دي ممكن 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 دي بس ده لو مصطفى ابني حتى اللي بيلعب بالمنبه مش هيعوفه بالشكل ده. خلينا في دي ونعمل اوكي تمام. وهعلي الروفنس شوية بما اني بقى هشتغل بحاجة زي كده تمام. بس هنا بقى هروح للفلتر كالرايزر افتح دي اوبن ويندو شيل ده دول ابيض زق بقى دي ان اصلا اهي هو ده الماتيريال دي او الصوره دي نفسها ما فيهاش ابيض كده. وعايز انزل بس في الديفيوجن ممكن احط ديرت او يعني حاجات كده ممكن احط واحده زي دي مثلا واقوم قايل له اوبن تمام. بس هنا اقول له اوبس خدت بالك بقى من افكت ريفليكشن بس ممكن اقول له انا كده قاعد مش يعني مش قوي. طيب خلينا نروح نجيب واحدة تبان خلينا ناخد حاجة زي فكر ريفليكشن
ده فكر ريفليكشن دي، بس هنخليها نورمال او اد مش عارف الظروف ايه ولا عملت حاجه، خليها ملتبلاي عادي جدا بس ما تافكتش السبيكتر تمام، وقلل اوبس وقلل طيب خلينا نورمال عادي خالص وهنقللها كده. يبان ان الكروم مش نظيف قوي. في البامب عايز بامب صغير قوي 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 نويز، ونخليه مثلا لوكا، معرفش لوكا يبقى ظروفه ايه، بس نخلي مثلا الجوبل سكيل بتاعه وليكن 30، ونعلي الهاي كليب، ونزود الكونتراست، ونخلي الهاي كليب عالي قوي. انا عايز بس نقط يعني، انا مش عايز يبقى بالكثافه دي حاجه كده. مش عارف لو خلينا دي 100 هنكبر المسافات 500، هو ده بس انا عايز العكس، عايز اخلي ده ابيض واخلي الكلر اللي تحت ده، انا عايز المقر يعني. ولو رجعنا ده لورا هاخد كده، انا مش عايز ده كده. ماشي، هروح للبامب و هخف البامب شوية بس، نجرب التكتشر مظبوطة بس البروجيكشن مش مظبوط. لو جينا هنا دي تبقى كده، هي ليه بقى؟ لأن أنا وبعدين ما حاططها ليه هي ليه بقى؟ لان انا حاطط صوره تمام، وافتكر ان انا هروح للصوره دي و اوبن ويندو وانزودها شويه تمام، بحيث اقفل الريفليكشن كده الدنيا تمشي. وغير كده كمان احنا زي ما قلنا شغالين على سكيل الى حد ما صغنطوط، فعايز اخد تكتشفيني وسكيل واحد يقول لي وانت باين حاجه باين حتى من غير ما يبان، انا عايز ارجع لورا حتى من غير ما يبان بالعقل شغال على فعلا شغالين على سكيل سكيل صغير، يبقى بالعقل كده تكتشر كبيره جدا. انا عايز اخد دي، خلي بالنا من التكتشر اللي عمالين نعملها دي هتوفر علينا البتاعتين اللي فوق دي القرنين اللي احنا عاملينها. طب احنا كده هشيل الدوم دلوقتي ونشتغل على منبه ده لوحده، وبالمناسبه انت ممكن تطلعه لوحده لو مش عايز تعمل الدوم، عايز تعمل لوك تاني للتيم يعني ممكن تطلعه. ماشي، بس بقى يعني هنا والبلورنج دي تبقى 4 لازم بقى، لان كده هنبدا ناخد نويز ومش هبدا اعرف او هبدا ما اعرفش المشكله فين تمام. هو مفيش مشكله اصلا، بس هطلع لك هيتهيألك ان في مشاكل، يعني انت هيبقى عندك نويز كتير فمش هتعرف تشوف الماتيريال كويس. بقى عليها شويه كده لان انا رفعتها جامد، بس الفرق شفت الفرق المره اللي فاتت، انا فعلا ما كنتش عارف الريفليكشن اللي بايظ ولا النويز اللي عامله المشكله، بس المره دي اظن الفرق ده بان جدا كمان يعني. لا كده تمام جدا قوي جميل. بالمره بما اننا هنا الخامه بتاعه الجلاس دي
انا هاخدها كده ودي هتبقى ال الكلوك جلاس. الكلوك جلاس دي انا مش محتاج فيها كل القصص فليكتنس مش عايزها. ترانسبيرنسي خلي ده 10 وسيبه زي ما هو. فيرميل خليه برضو زي ما هو. ده بقى هيبقى اقل شوية وهسيبها برضو زي ما هي كده. رايتنس هتبقى شفافة سنة. في الديفيوز هحط حاجة زي دي.